إلهي إليك لا إلى الناس أفزع، إذا ما أصاب الناس هم مروع، ألملم أشتاتي وأدنو وأنحني، أتمتم أعذاري وأثو وأركع، وأسجد إيمانا وحبا وخشية، وقلبي إلى ربي يتوب ويخشع، وبين يدي مولاي ألقي حمولتي، فتصعد آهات وتنساب أدمعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات أيها المشاهدون الكرام وأيها الحضور العزيز. في هذه البقعة المباركة من مصرنا الحبيبة، من جامع السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، وبحضور العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بهذه الندوة وفي إطار حملة وزارة الأوقاف التي هي بعنوان هذا هو الإسلام، نتناول جانبا هاما من هذا العنوان الكبير، وهو عناية الإسلام بالصحة، لما لهذا الموضوع من أهمية كبرى في أن يكون المواطن المصري والمجتمع المصري في صحة تامة وكاملة وعافية وستر. ومن هنا نستطيع القول أن الإسلام أكد تأكيدا كبيرا على الارتباط الوثيق ما بينه وما بين الصحة. نبدأ هذه الندوة بآيات كريمات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الرحمن فرج، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر.
كوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الكلمة الآن في إطار حملة وزارة الأوقاف العالمية التي هي بعنوان هذا هو الإسلام، نتناول جانبا هاما من جوانب هذا العنوان الكبير وهو عناية الإسلام بالصحة. الكلمة الآن مع معالي وزير الأوقاف فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فمرحبا بحضراتكم جميعا في هذه الأمسية المباركة بنزول هذا الخير من فضل الله من الأمطار المباركة. والحقيقة في إطار الحملة العالمية التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية بعشرين لغة وبمشاركة واسعة من زملائنا وشركائنا الباحثين عن المنهج الوسطي في مختلف دول العالم، والتي أطلقناها بحضور عدد من الزملاء من وزراء الشؤون الإسلامية والمفتين والشخصيات الإسلامية، تحت هذا المفهوم الواسع تأتي هذه الندوة حول موضوع في غاية الأهمية وهو قضية الصحة. وبصفة أخص حول موضوع رفع الوصمة عن المريض النفسي بصفة خاصة وعن المريض بصفة عامة. وعلاقة هذا بموضوعنا ليست بعيدة بل هي في عمقه. فالإسلام له معنيان، معنى خاص وهو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وله معنى عام أعمق وأوسع وهو ما بينه نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. المسلم الحقيقي لا يمكن إلا أن يكون سلما مع نفسه، سلما لأهله، سلما لزملائه، سلما لأصدقائه، سلما للحجر والشجر والكون كله. إذا أردت علامة واضحة تقيس بها أنت صحة إسلامك أو كمال إسلامك فهذا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فإن كنت قد كففت أذاك عن الناس فهنيئا لك، وإلا فعندما ذكروا عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة صوامة قوامة، لم يقل صائمة ولا صامت رمضان، صوامة
بصيغة فعالة كصيغة الصيام كصيغة القيام، على شاكلة من يأخذون من الإسلام جانبه الشكلي المظهري دون نظر إلى الجوهر. وقد أكدنا وسنظل نؤكد ولا نزال نؤكد أن من يتسم في مظهره بشكل ما يتصور أنه شكل الإسلام أو أن صاحبه من المتدينين، وأفعاله وأخلاقه وتصرفاته وعلاقاته لا تتسق مع هذا المظهر، فإنه يصد عن دين الله بمظهره. لأن الناس يقولون إذا كان هذا الذي هو كذا يعني لا يتسم بهذه لا يتسم بالأخلاق أو يأتي منه الأذى. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، لذلك لأن الأذى الذي يتوجه إما أن يكون قولا أو فعلا ولا ثالث لهما. الأذى الذي يخرج من أي شخص إما أن يكون أذى بالقول وإما أن يكون أذى بالفعل، والأذى بالقول هو اللي يأتي من قبل اللسان. ولذلك لما سأل سيدنا معاذ بن جبل نبينا صلى الله عليه وسلم أو إنا لمؤاخذون بحصائد ألسنتنا يا رسول الله، قال ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ كأنه يقول ده السبب الرئيسي أو الأساسي اللي دخول النار والعياذ بالله هو شطحات اللسان. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار بعد الصغية. الأذى إما أن يكون باللسان وإما أن يكون بالفعل، واليد هنا رمز إلى الفعل. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، فكل من لم يسلم الناس من لسانه ويده أيا كان بقى غيبة نميمة أيا كان فهو ليس بمسلم لا بصحيح الإسلام ولا بكامل الإسلام، بل إنه يكون بسلوكه المخالف لمظهره صادا عن دين الله عز وجل. وإحنا الحقيقة وصل الآن ونسعد به يعني صاحبا وضيفا كريما على هذا اللقاء، الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، ونسعد به نعود إلى موضوعنا. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. موضوعنا الداخلي في إطار هذا هو الإسلام موضوع الصحة. نعلم أن الصحة نعمة من نعم الله على الإنسان، وكما قالوا هي تاج على رؤوس الأصحاء لا يعلم حقيقتها إلا من افتقدها. وعندما يصاب الإنسان بأي أذى، لو أصيب بأذى في عينه يقول كل شيء يهون إلا ماضي العيون، فإن أصيب في أذنه يقول إلا السمع، فإن أصيب في عموده الفقري يقول إلا ألم العمود الفقري. ففي كل جزء من الأجزاء الناس لا يدركون قيمة النعمة إلا من افتقدها، ولذا قالوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعلم حقيقة الصحة إلا من افتقدها. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، لا يدرك قيمة كل منهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة طالما أن الإنسان بصحته قد يغفل حتى عن شكر النعمة وقد ينسى فضل الله عليه. ولذا حتى سيدنا
علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكر هذه النعم على كل سلامة من الناس صدقة. ده انت على كل مفصل من مفاصلك في حركاته وسكناته صدقة، هذه نعمة عظيمة. وفي المقدمة قلنا عندما نعرف المسلم نقول المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، أي أن المسلم لا يكون مسلما إذا كان منه أذى للناس، سواء أذى بلسانه أو أذى بفعله. وقلنا أيضا إن الصحة نعمة عظيمة من نعم الله على عباده، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والنعم تدوم بالشكر وتزول بالجحود والكفران. يقول رب العزة وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقالوا في شكر النعم شكر النعمة يكون من جنسها، فمن شكر النعمة على الغني أن يتصدق أهم. ولذلك يعني أنت ربما تأتي إنسان في حاجة، قد يأتي إلى إنسان فقير مثله في شدة فيدعو له، أما الغني فلا يكفيه الدعاء، حال هذا إطعام الطعام وبناء الخيام وإيواء المشرد. فشكر المال من جنس نعمة المال. ولذا بعض الناس يخال إليه عندما يتحدث الخطيب أو الإمام أو المتحدث عن الشكر يقبل يده ظاهرا وباطنا، ويظن أن شكر النعمة يكون بالكلام، شكر النعمة يكون بالعمل، اعملوا آل داود شكرا. شكر المال بالإنفاق، شكر العلم ليس أيضا بمجرد الكلام وإنما أن تعلمه للناس، شكر العلم وزكاة العلم إنفاقه للمتعلمين. شكر نعمة الصحة أن تعين الضعيف وأن تأخذ بيده، وكما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم من شكر نعمة الصحة أن ترفع معه بقوة ساعديك، مش فقط يعني لما تلاقي واحد ضعيف كما كان يعني بعض اهلنا في الارياف عندما يريد ان يحمل حمولة او نحوها مش حط ايدك، لا شوف النبي قال ايه، ان تشد معه بقوة ساعديك، بالقوة اللي ربنا اعطاك اياها تعين الضعيف، وان تسير معه بقوة ساقيك، يعني لما تمشي في خير تسعى بقوة، ان تشد معه او ان ترفع معه بقوة ساعديك وان تمشي معه بقوة ساقيك، ده شكر نعمة الصحة. فما بالك يعني عارف واحد يقولك ايه، اذا لم يكن منك خير فلا على الاقل لا يمكن ان يأتي منك الشر، وجب عليك ان تعين الضعيف وأن تسعى معه وأن تشد على يديه، فإذا وجدت ضعيفا أو مبتلا في صحته وجب عليك أن تعينه، فإلا على أقل تقدير إن كنت ضعيفا مثله فادعو له، لأنك في الحالة دي كما أن الغني يملك المال الفقير يملك الدعاء في مسألة إنفاق، في الصحة القوي يملك المساعدة والضعيف ادعو له، طب على أقل تقدير وأضعف الإيمان تحمد الله أن عافاك فتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من خلق. وأظن أن حضراتكم جميعا يعني قرأتم أو اطلعتم وتدركون قصة هذا الرجل الذي مر على رجل مقطوع اليدين مقطوع الرجلين ويقول الحمد لله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من الخلق. قال له يا أخي أنت على هذه الحال مبطوء جميع الأطراف، قال الحمد لله الذي جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا.
أنا أحمد الله على ما أعطني إياه من الرضا بما أنا فيه وتوفيقه على ذكره وشكره وحسن عبادته وطاعته، وأني لم أجزع ولم أجحد. إذن عليك أن تساعد الضعيف، فإلا يكن فادعو له بأن يعينه الله على ما هو فيه. فإن لم تفعل فعلى الأقل احمد الله أن عفاك. وقديما قالوا لا تظهر الشماتة بأخيك فربما عافاه الله ويبتليك، وصحيح اليوم قد يكون سقيم الغد، وسقيم اليوم قد يكون صحيح الغد. كم من صحيح، كم هنا قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا، قل للمريض نجا وعوفية بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. ولنا في سيدنا أيوب عليه السلام أسوة حسنة، كل الصحيح يموت لا من علة، من يصحيح بالمنايا دهك. كل الصحيح يموت لا من علة، من يصحيح بالمنايا دهك. وقد يكون الإنسان السقيم والناس الذين ينتظرون له الرحمة اليوم أو غدا، كما يقول الشاعر نجا ذلك المريض المزمن نجا، ومن الذي لقي طبيبه والعواد هم الذين لقوا حتفهم. فصحيح اليوم قد يكون سقيم اللحظات المقبلة، وسقيم اليوم قد يكون صحيح الغد، والأمر كله لله. عليك إذن أن تفعل ما تحب، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ثم إن هذا المبتلى هو في نعمة، هو في ظاهره في ابتلاء، لكن في باطنه هو في نعمة. أليس ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، فإن كان راضيا فهو في معية الله. فأنت إن تطاولت عليه غمزا أو لمزا أو همزا فأنت لا تنال منه، وإنما كأنك تعيره أو تهمزه أو تلمزه بقضاء الله، لأن ما أصابه محض قدر. فهل لك أن تعترض على قضاء الله أو أن تعير أحدا على أمر لا دخل له فيه؟ وإذا كان رب العزة يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لعل هذا الذي تنظر إليه أن يكون خيرا عند الله منك بما هو عليه. ابتلاه ربه فصبر فله الرضا، وأنت لم تلتزم أدب الإسلام معه، فبدل أن تحمد الله على أن عفاك تتعرض للنيل منه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ظالمون لمن؟ ظالمون لأنفسهم الأول لأنهم أهلكوها، وظالمون لخلق الله حين وصموهم أو عيروهم أو نالوا منهم بأمر لا دخل لهم فيه. ويقول الحق سبحانه ويل، صورة كاملة في الهمز واللمز. وأنا هختم بدي، وإحنا دكتور أحمد عندك مساحة وقت طيبة، والناس يعني على الأقل ما يعني عندنا مساحة تأخذ راحتك لا تقلق. صورة كاملة في أحيانا الهمز واللمز انت قد يخيل اليك ان ده مسألة انك تغمز انسان او تطعنه في حسبه او شرفه او نسبه او ان تنال منه غمزا او لمزا، انك تظن ان المسألة سهلة. لا، لخطورة هذا الامر دكتور احمد صورة كاملة من القرآن كاملة سميت صورة الهمزة، صورة كاملة في خطورة الهمز
واللمز والتعرض للآخرين والنيل صورة كاملة. بدأت بقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، ويل هلاك شديد. وبعض المفسرين قالوا الويل واد في جهنم تستغيث سائر الوديان من شدة حظه. وقد ذكر في بداية صورة الهمزة وفي بداية صورة المطففين ويل للمطففين ويل لكل همزة. سوي بين من يأكل حقوق الناس كيلا أو ميزانا أو تطفيفا ومن يأكل السحت وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، وبين من يهمز أو يلمز خلق الله غيبة أو نميمة. إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وما يعذبان في كبير عند الناس ولكنه كبير عند الله. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. ويل لكل همزة لمزة. وفي تفسير هذا كلام طويل يحتاج يعني إلى محاضرة خاصة في التفسير، لكن باللخص قالوا الهمزة تكون بالفعل واللمز يكون بالقول، أي لا يجوز لك أن تنال من أخيك لا قولا ولا فعلا. بعض المفسرين قالوا الهمز يكون بالفعل واللمز يكون بالإيه؟ بالقول. وقال بعضهم الهمز يكون في الوجه، يعني انك انت تؤذيه في وجهه تعمل حركة كده كأنك متأفف منه، الهمز يكون في الوجه واللمز يكون في الظهر. وعليه لا يجوز أن تنال من أخيك الإنسان لا قولا ولا فعلا، لا في الوجه ولا في الظهر. يا لقد قلت كلمة، لما قالت أشارت همزا أو لمزا إنها تعني أنها قصيرة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. فلا تظن. وللأسف الشديد هذه من السلوكيات التي يجب أن نصوبها، ليس تجاه المريض النفسي فحسب وليس تجاه المريض فحسب، لكنها قد تقع تجاه المريض النفسي أو تجاه المريض العضوي. والدكتور أحمد يقول المريض النفسي عضوي يسيب له المجال ده، أو تجاه الفقير أو تجاه الضعيف. لا تلمز أحدا على الإطلاق، ففضل الله عز وجل أن عافاك وابتلاه وهو القادر على أن يعافيه ويبتليك. فإن شكرت النعمة أدام الله عليك العافية، وإن كفرت وجحدت النعمة وتطاولت على خلق الله ربما بدلت الأحوال فكنت أنت موضع الهمز وموضع اللمز، فبدل أن كنت همزة لمزة تصبح همزة لمزة بالتسكين. والهمزة من يفعل الهمز، واللمزة من يفعل اللمز بالفتح، والهمزة من يقع عليه الهمز، واللمزة من يقع عليه اللمز. فإما أن تتقي الله فلا تقع في أحد، وإما أن يحولك الله من همزة اللمزة إلى همزة اللمزة. فبدل أن توقع أنت الهمزة واللمزة على خلق الله تكون أنت تعاقب بنفس العمل. افعل ما شئت كما تدين تدان، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أكتفي بهذا وأترك الحديث للأستاذ الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ليحدثنا في تفاصيل هذا الأمر ومزيد منه. سائلين الله لنا وله ولكم التوفيق. شكرا جزيلا معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. تحدث فضيلته عن الحملة العالمية لوزارة الأوقاف والتي انطلقت بأكثر من 20 لغة بعنوان هذا هو الإسلام. تتناول هذه الندوة جانبا هاما من هذا العنوان وهو عناية الإسلام بالصحة. المعروف لا يعرف، لكن هذه هي
سمت أعمال الإعلام. الآن الكلمة مع معالي الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي الكبير بكلية الطب جامعة عين شمس. تفضل يا فندم. شكرا. وأعتذر، أنا جيت في 3 ساعات عشان الطريق النهاردة، وأرجو أن أنا يعني تستمعوا إلي في كلمات بسيطة مش طويلة. طبعا أولا أبدأ بالشكر أستاذ الدكتور محمد بفطار الحقيقة، أن هو دعاني وقعد معايا عشان أنا بقوم بحملة وطنية لإزالة الوصمة عن المرض النفسي، وكان كريما معي ان هو معي ومع زملائي كله، انا مش بس كان في معانا ناس كتير جدا موجودين، ان هو هيحط كل الامكانيات بتاعه الوزاره لنجاح هذه الحمله. انا عاوز اقول لكم كلمه بسيطه جدا، احنا بيسمونا طب نفسي وطب نفساني وامراض نفسيه، وهذه كلمه خاطئه. احنا مش نفسيه خالص، النفس هي الروح، وإنما روح من رب ربي، لدرجة إن من قيمة 200 سنة أول مرة يقول طب مع النفس كان واحد ألماني سماه العلاج الطبي للروح. خطأ. فإذا وبالإنجليزي حتى سايكي معناها الروح، وزي ما قلت لكم روح من رب ربي. إذا الكلمة بتاعت الطب النفسي خاطئة. هيسموها إيه؟ هيسموها العلوم العصبية السلوكية. في العلوم العصبية العضوية، بمعنىها إيه؟ المرض النفسي في المخ، ده مكانه، زي ما السرطان بيجي في الكبد، زي ما فيه سكر، زي ما فيه أمراض القلب، زي ما فيه مريض الضغط. هذه الحملة، لأن 70% من المرضى اللي بيجوا لمستشفى الدمرداش جامعة عين شمس أو 72%، أما بيكون عندهم مرض نفسي بيلجأوا إلى حاجات مختلفة خالص هنتكلم فيها، ليس له علاقة بأي حاجة. النفس مرض عضوي. عمر الطب النفسي، هنسميه الطب النفسي دلوقتي، بس اعرفوا أنه هو هيتغير في خلال 15 سنين. في خلال سنة 1808 قالوا الأمراض الطبية للروح، كانت غلط، ولكن كان كلمة الطب دخلت من 200 سنة، الطب النفسي عمره 200 سنة بس. قبل كده كان إيه الطب النفسي؟ كان عبارة عن أرواح شريرة بتبقى في الإنسان. في أوروبا في الشرق الوسطى كانوا بيحرقوهم، بيحرقوا المرضى النفسيين لإزالة شرهم. وما زال بقول لكم 71% من المرضى اللي بيجونا في الجامعة من كل بلاد مصر يعني بيقولوا إن هم اتعالجوا بالعلاجات وليست الطبية. المرض النفسي بيتعالج، ما كانش فيه علاج، بيتعالج زي أي مرض عضوي، التهاب في أطراف الأعصاب، السكر، القلب، الضغط، السرطان، بيتعالج طبيا، ما بتعملوش حاجة أنت زيادة عن كده. هوت الحاجة الغريبة إن كان قبل 200 سنة دهيت أي حد بيمرض بمرض نفسي بيعزلوه في أحد المستشفيات إلى أن يموت، وبيسموه مجنون. أقسم لكم لا يوجد كلمة مجنون في الطب النفسي، ولا مرض اسمه جنون اطلاقا. الجنون من معناه إن في سيطرة على العقل، مش لازم يكون مريض. وانتوا حضراتكم عارفين كلكم أحسن مني إن ذكرت كلمة مجنون في القرآن وصفا للأنبياء أنهم جاءوا بشيء بعيد عن المجتمع فسموهم مجنون، لكن مش مجنون بمعنى مرض عقل، معلوم أنه اختلف. الجنة الشيء، أنتم عارفين أحسن مني في اللغة العربية، الجنين، الجنة، في ستارة على فهم كل الحاجات دي. فكانوا بيعتبروهم أشرار وعليهم كذا، لدرجة أنهم كانوا يربطوا المريض في أربع خيل حصان ويضربوهم بكرباج يفتشوا. ده كان موجود في القرون الوسطى، الحمد لله ما كانش فيه في الإسلام حاجة
بشكل دهوت، ما فيش أي مريض أصيب بهذا. فالمرض النفسي دلوقتي أو المرض الطبي النفسي بيسمى مرض طبي مزمن موجود في المخ، سببه خلل في التوصيلات والدوائر العصبية والموصلات العصبية في المخ في المراكز المختلفة. وده بنقدر ان احنا نصور الخلل اللي موجود في هذا الامراض، وكل العلاج بيتجه يا اما بالدواء يا اما بالعلاج النفسي يا اما بالعلاج تنظيم ايقاع المخ. شو الكلمه الجديده اللي كانوا يقولوها صدمات كهرباء وبتاع الكلام ده، ده انتهى. تنظيم ايقاع المخ، لان الايقاع بتاع المخ حصل فيه خلل، اسباب وراثيه واسباب بيئيه واسباب مناعه واسباب حاجات كتيره جدا. اللي احنا عاوزين نفهمه للناس يا جماعه اللي هم عايشين زي القرون الوسطى بالظبط، ان يبتعدوا. مع ان كنتوا اذا عرفتوا ان 1 لـ4 من كل اسره عندهم مرض نفسي، نسبه المرض النفسي في العالم 24 لـ30% من مجموع اي شعب عندهم كده. احنا عملنا احصاء في كل المحافظات في مصر وجدنا ان احنا عندنا 24%، يعني حوالي 1 لـ4 في كل حد في أسرتنا. والناس بتتكسف، بتتكسف من إيه؟ مرض في الدماغ. طب إيش معنى ما بيجي ورق في المخ وحدش بيزعل؟ بتوديه للدكتور، ما بتقولوش عليك أسياد ولا عليك عمل ولا عليك سحر ولا عليك، ما بتقولش الكلام ده. هو ده زيه بالظبط، وده اللي عاوزين نوصله. عندكم في مثلا حسب منظمة الصحة العالمية ان القلق والاكتئاب زاد اكتر من 50% في العالم، بمعنى ان احنا عندنا دلوقتي 615 مليون مريض نفسي في العالم. اذا حسبت النسبه دي في مصر يبقى انت عندك على الاقل دلوقتي حوالي 100 مليون، عندك من 20 لـ24 مليون واحد مش كلهم بيتعالجوا، عندهم مرض نفسي. في ناس بيقول لك هذا امر الله وخلاص هقعد عيال، ما يعرفش ان في علاج. وكلما تاخر المرض في العلاج ليس له شفاء. وبالتالي الحاجه المهمه جدا، يعني اسره اي واحد فيكم فيها مريض نفسي، 1 لـ4 اسرتي انا فيها مريض نفسي، 1 لـ4 اي اسره بتتكون اكثر من 4. فلازم نبص لهم بنظره ان هما ما اتجننوش، هما جالهم مرض في الدماغ بس، بدل ما يجي بشلل، بدل ما يجي اطراف اعصاب ما بتشتغلش، بدل ما يجي منعبه عدم كلام نقطه جلطه، جه بطريقه سلوكيه بيقول كلام بعيد عن الواقع. زي ما الناس زمان افتكروا على الانبياء انهم جايين بحاجه غريبه فسموهم مجنون، في ستاره على عقلهم، في حاجه موجوده مختلفه. اللي عاوز اقوله وتستغربوا جدا، بنقيس المرض يا جماعه دلوقتي على اساس حاجه اسمها عبء المرض، عدد السنوات التي تضيع من الانسان بسبب مرضه. 2 الوفاه المبكره. فمنظمه الصحه العالميه قايله نمره واحد في العالم في النساء هي الاكتئاب. الاكتئاب مش زعل يا جماعة، مرض عضوي في الدماغ يتميز بخلل في بعض المراكز في الفص الصدري، يعني ليه حاجات مش عاوز اشغلكم بيها. طبعا النسبة دهيت في الرجالة دلوقتي 3. نمرة 1 القلب. سنة 2030 نمرة 1 بين الرجالة والستات هيكون الاكتئاب. واديكم امثلة على الاكتئاب دهوت. اي واحد عنده سرطان وقالوا له العلاج هيجيب نتيجه وساعات ما يجيبش نتيجه بيصاب بالاكتئاب، وهو عنده سرطان وبياخد العلاج يقدر يروح الشغل، اذا جاله اكتئاب ما يقدرش يشتغل. الاكتئاب يعني ايه؟ زوال البهجه من الحياه. اجمل بهجه مثلا انك انت تصلي وتعبد الله. لا يستطيع الصلاة مريض الاكتئاب، لا يستطيع انه يتمتع بأي بهجة في الحياة. فبالتالي نسبة الانتحار فيهم 15%.
وكنت قاعد أنا في جلسة وكان معانا رئيس الأزهر الله يرحمه السابق كان اسمه الدكتور طنطاوي والبابا شنودة، وكانوا بيكلموا إيه موقف الدين من انتحار المكتئب. قلت له من ذهب الله بعقله فلا مسؤولية عليه، هو عاوز يستريح، ده جاي بيبكي بيقول أنا لازم أموت أنا مش قادر أصلي، أنا ما بحبش ولادي. المرض ده هيبقى نمرة واحد بين رجاله وسيد في العالم. إذا الواحد عنده جلطة في القلب وما راحش الشغل اكتئاب، النسبة دي 40%. إذا واحد جاله شلل نصفي بيروح، لكن إذا واحد عنده سرطان وعنده سكر وعنده قلب وعنده ضغط وعنده بيعمل غسيل كلية وبيروح الشغل يبقى ما عندوش اكتئاب. أنا بقول لكم عشان الجملة دي إن المرض النفسي أكتر مرض أكتر من الجرد الجسدي. كلنا عندنا أصحابنا وعندي دكاترة أصحابي عندهم سرطان بيروح العيادة، إذا جاله اكتئاب يبطل العيادة، زوجته تكلمني أروح نديله العلاج يشفى ما يقعدش يسيب. الحاجة الثانية إن كلما أزلنا الوصمة زاد الوعي، وكلما زاد الوعي وده الهدف الأساسي للشعب مش للدكاترة، الدكاترة عارفين إيه المرض الناس، لكن بعض الدكاترة برضو يقول لك ده حسد مثلا أو ده عمل أو ده حاجة من الحاجات ده، مفيش أي علاقة مفيش علاقة. وده يعني أنتوا قدروا توصلوا أكتر مني للي عايشين في المحافظات وفي القرى وفي الحاجات ده، هي إنهم يفهموا في علاج يا جماعة تخفوا. وواحد ما 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 يعني تبص تلاقي إن فهم الناس، إذا كان البنت دي بتتخطب والواد ده جاله مرض نفسي إن مفيش فايدة ده مجنون وإن ده هيعديها، مش معنى هنقول دلوقتي إيه بقى الموجود ده. اللي عاوز أقول لكم أنا قلت لكم 15% بينتحروا. منظمة الصحة العالمية بتقول لك إن في 1,000,000 بينتحر في السنة، محاولة الانتحار 20 مرة قد الانتحار بس ما بيموتش بيحاول، يعني نسبة كبيرة جدا. 70% منهم عندهم اكتئاب، هم ده اللي بقى الحياة ملهاش لازمة. وبعدين يجي العيان يقول لي ايه؟ يقول لي ربنا اداني كل شيء، انا كفرت انا ضللت وعاوز اموت، عاوز يفتكرني، انا عندي كل شيء، زوج زوجة واولاد ومنصب وفلوس، كل شيء عندي ورجل مؤمن جدا وحجيت 4 مرات. اقول له طب بعدين؟ يقول لي مش عاوز اعيش عاوز اموت. انتوا مش متصورين دي، ان ده كل يوم 4 أو 5 بشوفهم، وانا بقى لي 60 سنة بشتغل في الطب النفسي، فاهم ازاي؟ يعني اكتر منكم اكتر من سنكم كلكم، فاهم ازاي؟ في الوقت اللي انا اتعالجت فيه. الحاجه الثانيه ان زي ما قلت لكم مفيش مجنون، لكن عاوز اقول لكم حاجه مهمه جدا، انك انت عملوا دراسة في لندن سكول اوف ايكونومكس، مدرسة الجامعة الكلية الاقتصاد الانجليزية، اذا عالجت القلق والاكتئاب هتزود الدخل القومي 2%. بمعنى ان ما حدش بيبطل شغل، في حاجة بيسموها ما يروحش يعني يروح الشغل ما يعملش حاجة، ابزنتيزم وبرزنتيزم، وده كتير جدا من الناس بيعملوا الحكايه دي. الخساره بتاعت البلد يعني اذا عالجتهم واشتغلوا انت دخلت دخل في البلد 2% من الدخل القومي. اذا اصبح المرض النفسي او الاكتئاب ليه اقتصاديات، اذا الناس عرفت هتتعالج واذا اتعالجت هتشتغل. وجزء كبير جدا من اللي انتوا شايفينه في الشوارع دول او في الارياف ما بيشتغلوش وقاعدين في البيت، والاب يقول لك بينزل الغيط وخلاص، بيعمل ايه؟ بينزل الغيط طول عمره، اي بينزل الغيط طول عمره، هو ما بيعملش حاجه دلوقتي وما بيعملش حاجه زمان، هو ما بيقدرش تعمل الاحصائيه لان هو ما بيشتغلش. لا، كل واحد بيربي عياله، ادام بيصلي خلاص مش عاوز يعمل حاجه خالص. طبعا ده للدخل القومي. في بقى انا عشان اترك لكم اي اسئله
اعتقادات خاطئة أنتم بتشوفوها في الأفلام وفي الحاجات دي. الفصام مش هو ازدواج الشخصية، ازدواج الشخصية دي مرض تاني خالص. اللي بتشوفوه في الأفلام واحدة تطلع الصبح تبقى كذا، بالليل تبقى كذا، تتغير من واحدة لواحدة، ده غلط. هذه الكلمة الفصام ده مرض من أخطر الأمراض الطب النفسية اللي موجودة في، عارفين إحنا، في المخيخ هنا مع الفص الجبهي مع الفص الصدغي مع حاجات جوه، عارفين الحاجات بتاعتها كلها، ما بقاش ابدا زي ده. الناس اللي يقول لك ايه، يعني انتوا تستغربوا قوي، انا كل اسبوع عندي في المستشفى 2 أو 3 مهدي منتظر، وبعدين اقول له طب انت في عيان تاني يا ابني في الاوضه التانيه مهدي منتظر، يقول لا ما هو كذاب. اقول له هو اللي كذاب وانت اللي صحيح، قال لي انا المهدي المنتظر. طب ايه، ما يقولش بقى. طبعا ده اسبوعين ثلاثه بتنتهي دي خالص، يقول لي انا كنت بخرف. فهمت ازاي؟ فمش بس بقى مهدي منتظر، في اللي يقول لي انا اذكى واحد، في بيقول لي ان المخابرات المركزيه الامريكيه حاطه شرائح في دماغي عشان تاثر عليا ويستقطبوني ان انا اكون عضو في الموساد. حاجات دي يعني من اغرب ما يمكن. وانتم تفتكروا الواد الجانن هو مش مجنون وعنده مرض كيميائي عصبي في المخ وليه علاج بيجي بنتائج غير معقوله. يعني انت اذا جالك سكر وضغط هتعيش عليه طول عمرك، مرض في القلب طول عمرك، سرطان طول عمرك، وتموت بنفس المرض برضه. لكن المرض النفسي اذا عالجته بدري وقعد 3 سنين ما يجلوش نكسه ممكن يعيش من غير دواء خالص. ما فيش مرض طبي بيعيش من غير دواء خالص. اي حد فيكم ويا بقى فيكم اللي قاعدين بياخدوا ادويه على طول وطول عمركم هتاخدوها. المرض النفسي زي ما قلنا مرض في المخ، فمالوش دعوه بالسحر ولا العمل ولا الحسد ولا الأرواح الشريرة ولا الأسياد ولا العفاريت ولا أي حاجة، إلا إذا قلت إن السرطان بيجي من الأسياد. طيب فك مرض في المخ، مرض زي أي مرض تاني. وأنتوا عارفين طبعا لكل داء دواء، ده حديث ولا إيه ده؟ ده بيت شعر في حديث. مش دعوة. طيب حديث. أنا آسف جدا. لا في حديث في بيت شعر، ما خلق الله داء إلا خلق له دواء إلا الحرم. طيب. ده حديث. والتاني بقى لكل داء دواء، قول الشعر. لا خلينا إلا الحماقة أعيت من خلينا في الأحاديث. فاهم ازاي؟ إنه هو بيقول لك كده، ما قالش أبدا، قال لك إن لكل مرض. أنا عاوزك تعامل المرض النفسي زي ما بتعامل مرض القلب بس، خلص الحكاية، لأنه هو موجود في الجسم في المخ. المريض النفساني لا يشفى أبدا، قلت لكم لا يشفى. فشل الأهل في التربية والنشأة بسبب المرض النفسي خطأ، ملهاش أي علاقة بالتربية. التربية بتبقى مؤثر، أحد المؤثرات، لكن مش هو السبب. الاضطراب النفسي معدي اطلاقا. على فكرة يا جماعة عشان تبقوا عارفين الأبحاث، 40% من رؤساء الولايات المتحدة أصيبوا بمرض نفسي أثناء حياتهم. يعني عندكم ريغان مات بألزهايمر، ما أدريش عنه في أمريكا. مرات فورد قالت لهم أنا داخلة المستشفى أتعالج من إدمان الكحول 6 أشهر. وفي برضو نيكسون برضو في الآخر كان يعني ما بيعتبروش ده وصمة، وبيقولوا ممثلين برا وسياسيين يطلع برا يقول أنا جالي اكتئاب، و يعني رئيس وزراء مثلا النرويج في وقت من الأوقات كان رئيس وزراء جاله اكتئاب فقال له ما تاخدش قرار في 6 أشهر أنت مكتئب، لأنه هيبقى حاجة كده يعني مقبضة ومش هتقدر تاخد، تركيزك مش كويس. فراح الوزراء قال لهم أنا مستقيل ليه كذا، قالوا لا عين حد انت وتعالج. واتنشرت في الجرايد كلها انه جاله اكتئاب وهيعتزل الرئاسه. بعد 6 أشهر خف، فراح قال لهم الدكتور قال لي انا خفيت واعود. تصوروا بقى في الانتخابات اللي بعديها اكتر واحد خد اصوات وتوحدت مع الشعب كله، ده بيعيا زينا رئيس الوزراء وجاله اكتئاب، خد اعلى اصوات. اذا كان انكر ده وما تعالجش وما اشتغلش كان انتهى، ممكن انتحر زي ما بتسمعوا الانتحارات الكتير. على فكره اقل انتحار، نسبه انتحار في العالم
في البلاد الإسلامية أقل نسبة انتحار. إحنا 3 في 100,000. أوروبا البلاد الكاثوليكية والحاجات دي حوالي 7 أو 8 في 100,000. البلاد اللي اتفصلت عن الاتحاد السوفيتي بتوصل ل60 و80 في 100,000. وطبعا ده الإيمان له يعني الكاثوليك والمسلمين أقل الناس، بس إحنا أقل الناس. وده منظمة الصحة العالمية بقولها، مش أنا بعمل دعوة، دي منظمة الصحة العالمية لما عملت الإحصاء وجدت إن البلاد كلها الموجودة في البلاد العربية أقل من البلاد اللي بره، لكن الاكتئاب نفس النسبة، لكن ما بينتحروش. المرضى النفسيين غير قادرين على الزواج أو العمل أو الحصول على بطولات أو يلعبوا رياضة، بيعملوا كل حاجة، وكتير جدا باللي انتوا بتشوفوهم طالعين بصورهم وجرايد دولات بيتعالجوا نفسيا مش كويسة، بس ما بحدش بيقول كده ان هم قادرين على انهم يعيش. ما عندوش عجز ذهني، ذكائه موجود، ذكائه موجود. حد فيكم شاف العقل الجميل، فيلم العقل الجميل؟ ما حدش شافه ولا ممنوع عليكم الافلام ولا ايه؟ طيب انا اسف، انا اسف، ممنوع الافلام يا فندم. ده واحد اللي خد نوبل اسمه شون ناش، وكان عنده فصام، خد نوبل، كان عنده، وكان صديق ليا، كان برضو حاسس ان في الالينز، المخلوقات الغريبه بتيجي من بره. ده خد نوبل وهو عنده مرض الفصام، وكنت بعزمه انا من كنت رئيس الجمعيه العالميه للطب النفسي، جاء ادى محاضرات، وبعدين وصل بالحد انه عارف ان الاصوات اللي كان بيسمعها دي مرض في مخه، فكان في وسط ما بيقول المحاضره يتوقف وبعدين يبتدي تاني. كنا بنتغدى معاه انا ومدامته ومدام بتاعتي، وبعدين بقول له كنت بتقف ليه؟ قال لي صوت بيجي بس، بقول له انت مرض مش ههتم بيك وبكمل. انا بقول لك اللي بيحصل يعني انه عنيف غير صحيح. 85% من اللي بيقتلوا في العالم بيتسجنوا أصحاء. المريض النفسي 10-15% بس، 85% زينا كده اللي بيقتل، سواء للصقر أو سواء لداعش أو سواء بتاع دول، طبعا مش مرضى نفسيين، مش عنيف، مش بس كده مش عنيف، إنه نظيف مش نظيف، قذر مهمل، يعني كلمة وسخ دهية اللي بيقولوها. لا، دولة ناس ما تعالجوش، مهملين وماشيين في الشارع، لابسين لبس مقطع دقنهم وعمال يعمل المرور، بتشوفوه في الشارع. دولة ناس ما فيش حد ياخد باله منهم، دولة الأهل الرحمة، بس هم تأخروا قوي في العلاج فوصلوا لهذا الحد. لكن ما حدش من أولادنا وبناتنا بيحصل له كده وبيكملوا دراستهم. أنا عندي ناس في أكتر حتت مسؤولة في هذه البلد، تعبوا هم طلبة وتعبوا هم صغيرين وطلعوا من المرض وتبقوا أحسن براسهم، أساتذة في الجامعة وفنانين وعلماء وكل حاجة. وبعدين إنه عطل أبدا عشان ما بيدلوش فرص. أنا أقول لكم حاجة حصلت، أهم حاجة لإزالة الوصف، ثلاث دقايق مش خمس دقايق. في عيانين زمان كانوا في لما يروحوا الجيش يكتبوا يعاني من آفة عقلية أو من مرض نفسي، بعد كده بيخف عاوز يشتغل يقولوا فين شهادة الجندية، فيبصوا يقولوا له آفة عقلية. فكلمت المشير الطنطاوي ربنا يدينه الخير، وقلت له ناس كتير جدا اتظلموا، عمل لجنة وقال لك ان هو اعفي بالجيش لمرض طبي. قاموا الاهالي بعد كده بقى قالوا طيب واحنا اولادنا عندهم ده عاوزينه باصل رجعي، عمل لجنة تانية للمشير الطنطاوي واعطاهم ان هو مرض طبي. شوفوا دي انقذت اسر قد ايه، انه يقدروا يشتغلوا في اي حته. المرض النفسي ما ياثرش في الذكاء. اللي بيخش المستشفيات يا جماعة من المرضى النفسيين 0.5%، 99.5% بيتعالجوا في العيادات وفي بيوتهم. وبأخيرا إن يقول لك إن هو الإفراط في العادة الشبابية
العادة السرية اللي انتم تسموها، لكن الإخوة الأقباط بيقول لك العادة الشبابية، هي ألطف شوية لأنها مش سرية. يعني 94% من الرجالة في سن صغير عملوها، و 36% من البنات والستات عملوها هم صغيرين قبل الجواز، ما بقتش سرية. يعني مش هي السبب، لأن الأم تلاقيها تبص بخرم الباب تشوف ابنها وبتشوف مش عارف إيه، مش هي السبب خالص، مش هي السبب. هل المؤمنين ممكن يجي لهم مرض نفسي؟ المؤمنين والملحدين نفس الحكاية. ممكن يجي لهم سرطان؟ ممكن يجي لهم القلب؟ ملاش علاقة خالص، ده مرض في المخ جابه ربنا في المخ، ده جابه في القلب، ده جابه في كذا. الأدوية النفسية مش مهدئات ومطمئنات، في لكل مرض دواء. الفصام له دواء، اكتئاب له دواء، القلق له دواء، الوسواس له دواء، الهلع له دواء، الهذيان له دواء، كل دول له أدوية. والجلسات الكلامية، الكلمة صدقة يا جماعة. إذا كنت أنا بكلمك وأنا مبتسم وبكلمك وأنا فاهم وبكلمك وأنا بحاول أساعدك، أيوة دي بتغير الكيمياء في المخ. وعملوا أشعاعات وجدوا أن بعض الناس بيتحسنوا جدا بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة ممكن يتحسن بس يكون واحد فاهم. أخيرا، أن هو أنا رأيي، أنتم يمكن تختلفوا معي، أنا رأيي المريض النفسي أنا بحبه، وأنا كنت بالخمسة الأوائل في البكالوريوس، وما كانش فيه فرع خالص اسمه أمراض نفسية، كان فيه أمراض عصبية. اشتغلت نائب أمراض عصبية، وبعدين رحت قلت مين هيديني الدكتوراه والماجستير؟ ما فيش حد. سافرت برا قعدت 5-6 سنين، خدت كل شهاداتي من برا كويس، ورجعت عشان أعمل هذا الفرع، ما كانش عندنا في الجامعة عين شمس، وعملت هذا الفرع. فأنا شايف إن المريض لما جيت أعمل 5 سراير هناك في الأول حتى فهموهم كده، وطلعوا إن أمراض القلب والصدر هما اللي بيعتدوا على المرضى بتاعنا، وهما اللي بيتريقوا عليه، واللمز والهمس اللي بيقولوا سيادة الوزير كان بيعملوا فيهم، وهما كانوا أكثر إصابة منهم. الحيوانات ما بيجيلهمش مرض نفسي. أنا بعتبر المريض النفسي أكثر إنسانية مننا كلنا، ده سما بالإنسانية بتاعته لفوق، سما منه وأحسن منه. اللهم سموا الأنبياء مجانين ليه طيب؟ لأنه مختلف، جايب حاجة مختلفة، التاني بيجي بحاجات مختلفة حقيقي ممكن علاجها، وما كانش فيه علاج زمان. ويعني الأطباء النفسيين كلهم في مصر والإخصائيين النفسيين وكل رجال الإعلام في كل التواصل عارفين أن سيادة الوزير ساهم وسيساهم إن شاء الله في هذه الحملة، وأنا أشكركم على الاستماع. شكرا جزيلا معالي الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة. طب يا فندم، بعد كلمة حضرتك أقول أستاذ الطب النفسي ولا أستاذ طب العلوم العصبية السلوكية؟ تمام. شكرا جزيلا يا فندم. هناخد مداخلتين. المداخلة الأولى سيادة اللواء شكري الجندي، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب. تفضل سيادة اللواء شكري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طبعا أنا يسعدني وجودي في هذه الندوة علشان أوجه الشكر لأن موجود معايا رجال الدين في مصر وقيمة وقامة من قامات الطب النفسي في جمهورية مصر العربية وعلى مستوى العالم، الدكتور أحمد عكاشة. أنا موجود النهاردة وبوجه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بأحوال الأئمة والخطباء في مصر، لأن أحوال الأئمة والخطباء في مصر سواء من رجال الأوقاف أو الأزهر الشريف أو من داخل اللجنة الدينية في مجلس النواب، من هنا بيبدأ الأمن القومي المصري. عشان كده برضه بتوجه بالشكر لمعالي الوزير على حالة الاستنفار اللي موجودة بقالها سنوات في وزارة الأوقاف، واللي لها مردود كبير قوي على الشارع المصري، وتغطية الأوقاف للأئمة من الخطباء للمساجد على مستوى الجمهورية، ده كان له مردود فعال. مصر هي اللي صدرت الدين والإسلام للعالم كما قال فضيلة الشيخ الشعراوي. بنقول لإخواننا
في مصر من الأئمة والخطباء بمناسبة وجود الدكتور أحمد عكاشة، انتوا كمان أطباء نفسيين، فصدروا الدين الصحيح والإسلام الصحيح والإسلام الوسطي وإسلام رسول الله وما جاء به الإسلام للحفاظ على كرامة الإنسان وبناء الأمم وليس لهدم الأمم. دوركم كبير، بقول لكل واحد مخلص على مستوى العالم مصري موجود برة، نحاول نغطي المراكز الإسلامية، وتسعى وزارة الأوقاف والأزهر الشريف لتغطية المراكز الإسلامية على مستوى العالم بمعرفة أئمة وخطباء وخريج الأزهر الشريف. العالم كله بينظر لمصر نظرة خاصة، ولابد وعاوز يسمع القرآن من مصر وعاوز يسمع الدين من مصر. وأنا من شوية هاخد من اللي قاله المقرئ بتاعنا فضيلة الشيخ من شوية، وبيقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وده في سورة الرعد. في سورة طه سيدنا موسى بيقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. باخد من كلام أستاذنا والقيمة والقامة اللي احنا بنفتخر به على مستوى العالم الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، وأنا بوجه للوزير شكر على اختيار هذه القامات في وجودها في هذه الندوات. باخد من كلامه وهو بيقول إن عدد حالات الانتحار في من داخل المسلمين على مستوى العالم هي 3 لكل 100,000، يبقى ده سببه مردود الدين ومردود ذكر الله سبحانه وتعالى. علشان كده النهاردة احنا بنقول في سورة البقرة، ودي سورة مدنية أواخر تنزيل القرآن الكريم، ربنا بيقول فيها بعد ما بين أنه الله الذي لا إله إلا هو في الآية 255، الذي وسع كرسيه السماوات والأرض في الآية 256 بيقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، علم أنه لا إله إلا الله وأن محمد عبدا لله ورسوله، ادعو إلى سبيل ربك بقى بعد كده بالحكمة والموعظة الحسنة. استغلوا الدعوة الكريمة من السيد رئيس الجمهورية لتجديد الخطاب الديني، والتجديد لا حذف في الثوابت ولا إضافة، ولكن بينوا دين رسول الله والمقصود من هذا الدين. وأنا بشكركم وكل سنة طيبين. جزيلا سيادة اللواء، شكر الجندي. هنسمع تعقيبين، التعقيب الأول من السيد معالي وزير الأوقاف، تفضل فيه. هيديك الحقيقة. أولا أنا بشكر الحقيقة الأستاذ الكبير الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، ويمكن أنا حقيقة لما سعدت بلقائه وجلسنا جلسة طويلة، احنا يمكن بنأكد ان الإسلام دين الحياة، وهو فن صناعة الحياة لا صناعة الموت. وعندما نناقش هذه القضايا هنا مع السادة الأئمة وفي ندوة دينية، ليؤكد ان الدين ليس بمعزل عن حياة الناس. ويمكن زي ما حضرتك قلت سيادة اللواء، يمكن للإمام أن يسهم ولو بطريق غير مباشر في الطب النفسي. صحيح إن الدكتور أحمد بيتكلم عن جانب عضوي، بس يمكن زي ما قلنا في الأسباب المؤدية، الإسلام دين السماحة، بس يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. وزي ما النص القرآن قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. كل ما الإنسان تحصن بذكر الله وبالرضا وبالطمأنينة وبالتسليم المطلق لله عز وجل وبإشاعة التفاؤل. يمكن الدكتور أحمد قال الكلمة مهمة، مهمة جدا، صحيح: والكلمة الطيبة صدقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة. والشعر يقول أحمد مطر: قال السماء كئيبة وتجهما قلت ابتسم، يكفي التجهم في السماء، قال الليالي جرعتني علقما قلت ابتسم، ولئن جرعت العلقما فلعل غيرك إن رآك معنما ترك الكآبة جادبا وتبسما، وقالوا تفاءلوا بالخير تجدوه. وكل ما الإنسان حاول يحيي حياة الأمل والتفاؤل والرضا، إلى حد كبير
يجنب نفسه كثيرا من المشكلات. انا هختم بنقطة بس مهمة عشان موضوع الالفاظ. يمكن الدكتور احمد قال في القديم كان القرآن الكريم استخدم لفظ مجنون والسنة النبوية من 200 سنة او الطب النفسي حاليا بيقول الامراض العصبية السكية. مفيش تناقض على الاطلاق. ليه؟ ده بنسميه التطور اللغوي للكلمة. التطور اللغوي للكلمة عند العرب القرآن نزل بلسانهم، فهم كان التعبير الموجود أن ذلك الذي يعبر به عن الاضطرابات النفسية، لأن الجنون معناه الستر وهو ستر العقل، أي أن كأنه غيب العقل ويتصرف تصرفات منافية للعقل. جاء العصر الحديث ومع تقدم العلوم بدأ مصطلح الطب النفسي. الآن القضية الحقيقة ليست يعني يمكن كان الجنون هو درجة متقدمة من درجات الاضطراب النفسي تطلق على قمة الاضطرابات النفسية. القضية لن تكون أبدا على الإطلاق في المسمى. صحيح يمكن لما الناس بتقول ده مجنون خلاص هذه الكلمة اجتماعيا بتجعل الناس تاخد من الرجل ده موقف الاعتداء، موقف انه ممكن الأذى، فهو لما بتقول فلان مجنون هذا بيجعل للمجتمع ياخد منه ردة فعل تزيده عنفا، يقول لك مجنون بمجنون بقى، أنا بقيت مجنون. فكل ما أنت بعدت الوصمة عنه وقلت لا ده أنت ممكن تتعالج. إنما اللي بنأكد عليه نقطتين اللي قالهم عليهم الدكتور أحمد ودول هم بيت القصيد، إن القضية لا تتصل لا بسحر ولا بشعوذة ولا زي ما قال لا معمول لك عمل. ولذلك يا دكتور إحنا معاك في حاجة، الإسلام نهى عن الذهاب إلى الدجالين والمشعوذين والصحراء ومن أتى كاهنا أو عرافا فأنبأه فصدقه، يعني ده كلام خطير جدا الذهاب إلى المشعوذين هذا الكلام نهانا الإسلام أن نذهب إلى العرافين أو الدجالين أو الصحراء أو المشعوذين، لأن ما يترتب عليهم يعني هو الفساد والإفساد، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الدكتور بيقول احنا عايزين نتعالج العلاج العضوي، هذا مرض تذهب زي ما بيجيلك مرض باطني تذهب الى مريض البطنة، ولما يجي الواحد مرض في المسائك البولية يذهب الى استاذ المسائك البولية، في العمود الفقهي يذهب الى استاذ العمود الفقهي، حسب اصبح الامراض النفسية علم طبي يذهب فيه الى الطب. الجديد اللي بيقوله الدكتور احمد ان هو كان زمان خلينا واقعيين معظمنا فاهم ان كان ان العلاج او الثقافة الشعبية ان العلاج النفسي كله كلام يعني، ولذلك ده يا دكتور احمد يبقى لك مهم جدا بقى مع صناع الافلام والسينما زي حضرتك ما قلت، لانه بيجيب الراجل يروح لمريض النفسي يحكي لي ونقل القصة ما تم تصويره على ان هو جلسات علاج وبيريحه نفسيا، يقول لك ريحه نفسيا ولم يحدث ان كتب له انها الصور الذهنية التي تكونت عبر الاعمال الدرامية وغيره هي صورة الحكي والكلام. اللي بقدمه الدكتور احمد ان العلاج النفسي لا يقف عند قد يكون الكلام وانك تسمع المريض جزء من العلاج، ولكن بقول لا العلاج الطب النفسي طب وله علاج زي اي علاج وليس مجرد كلام، وده يحتاج طبعا ربما محاضرات اوسع، وهندي تعقيب سريع للدكتور احمد عكاشة. فاللي بنأكد عليه لا تذهب الى المشعوذين ولا الى الصحة، وكلمة زي ما قال لا اسياد ولا الكلام ده كله لا اصل له لا في الاسلام ولا في الطب، وانما تذهب للطبيب المختص. وبيأكد الدكتور احمد ان ده علاج طبي كسائر العلاجات الطبية، وان وصمة الجنون بتجعل الانسان تقريبا انت بتقضي عليه معنويا في الحياة، فهذا الانسان يحتاج الى الكلمة الطيبة لا الى الوصمة. اتفضل دكتور احمد. لا انا سعيد جدا يعني سيادة الوزير استطاع انه يلخص كل ما قلته في جملتين وفي ثلاث دقائق، وانا خدت نص ساعة عشان افهمكم هذا الكلام، فانا ارجو واشكره انه يستمر في الكلام في الطب النفسي، وانا هتكلم في ابتدي اقرا القران تاني من الاول وجديد وابتدي اتكلم في الدين لو سمحت، لانك انت بتتكلم احسن مني. لا والله لا، لان انت وصلت اللي انا عاوز اوصله بالضبط، انه هو مرض عضوي يعامل مثل مريض القلب. شوف انت بتعامل مريض القلب، المريض النفسي يا جماعه حاسس بالتهميش والنبذ،
مكسوف. ربنا ما يوريكم يعني ايه الألم بتاعه، ان هو منبوز. ليه عمل ايه ده؟ بيخرف؟ ما كلنا ساعات بنخرف، في حد ما بيخرفش ساعات؟ كفايه ان كلكم بتخرفوا في احلامكم. انتوا عارفين ان كنتوا مريض عقلي اثناء النوم يا جماعه؟ النوم بتاعنا كل 90 ساعة نوم من غير أحلام في 20 ساعة، في ساعتين أحلام، 90 دقيقة أحلام. يعني أنت بتحلم ما بتفتكرش، ساعتين في اليوم بتحلمهم، وبتحلم بتشوف، بتسمع أصوات، عندك هلاوس سمعية وعندك هلاوس بصرية، مش بتشوف حاجات في الحلم بتاعك، وبتسمع حاجات وتلاقي نفسك في حتت مختلفة وده مش موجود في الحقيقة. إذا أنت بعيد عن الواقع، إذا أنت مريض. بس التاني أثناء اليقظة، كلنا مرضى نفسيين أثناء النوم وأثناء الأحلام. إذا عملنا بهذه الطريقة هنقدر إن احنا نوصل للنتيجة إن نسعد جزء كبير جدا من البشر، جزء كبير جدا، 24-25% من الناس. شكرا جدا. شكرا. الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، شكرا جزيلا على هذه الإجازات الكبيرة. والشكر موصول لمعالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على هذه الكلمة الطيبة، والتي كان مضمونها عن الحملة العالمية لوزارة الأوقاف، والتي انطلقت بأكثر من 20 لغة بعنوان هذا هو الإسلام، وتناولت الندوة جانبا هاما وهو عناية الإسلام بالصحة.